الحقيقة أبو دقن ده. أما بيطلع بيتكلم هذا الكلام هو عايز يستغفل الناس، وعايز يضحك على الناس، عايز الناس يقولوا له آه أنت أمير المؤمنين ونسلم لك بأنك تربي دقنك وتسف فلوسنا، لأن الإسلام بيقول كده. الدين هو المساواة، الدين مش أبدا ناخد أموال المسلمين لواحد وعيلة وعدد من المنتفعين. اللي عايز يطبق الدين ما يقسمش الشعب.